وإلى قطاعي الفلاحة، حيث يعاني فلاح بلدية مليلي بولاية بسكرة من انعدام جسر على مستوى منطقة وجدي يربط أراضيهم الفلاحية بوسط المدينة، خصوصا عند تساقط الأمطار فتمنعهم مياه الوادي من مغادرة سكنتهم. المزيد في ميكروفون عبد السلام شريفي. منسوب المياه في جريان في الوادي مرتفع قليلا، وهذه مرتجعات الصرف الصحي، لكن بمجرد زخات مطر يرتفع منسوب المياه، سواء كان المنسوب مرتفع أو منخفض تنقطع الطريق، ويعاني جميع الفلاحين بدون استثناء، والأخص يعني الضرر الأكبر عند تلاميذ المتمدرسين طبعا في الابتدائي. انا سائق البيست تاع النقل المدرسي، رانا نقطع مع هذا المسلك تاع وجدي، نمشي 20 كيلو بيست منا، راهم يعانوا الفلاحين من المسلك هذا تاع وجدي، ونعانوا من الطريق مسلك، رانا نمشوا الاولاد راهم من 5 تاع الصباح خرجوهم الصباح ل 5 تاع الصباح يجيبوهم يقراو، العشيه رانا نروحوهم حتى على 8 تاع الليل. لو كان تعود الطريق مكسره ولا الواجهه ليوا ولا ماش والله القنطرة تاع ورلان وكل دي بديب نمشيو بزاف باش تلحقوا. ايه الكروسة ما نلقاوهاش، كراسة كل ياشا من البيست اللي تقول له يقول لك ابني يلا قلب راني حبس، يديروا قي يديروا لنا قنطرة للفلاحين، إلا جا واد جديد رانا نحبسوا فعلا. ايه ما عندهاش يجي 4 سنين زي زيدة الرق في الطريق ولا غفر رق زايده.